دور عليها جوه هنا، دور عليها. صوره عشان نبعت الصوره لباقي اهله. ما هو دفع حمدي اللي مرضيش يبيع للمقبره، وانا اللي يبيعني ما يدفعش التمن لوحده، يدفع هو وباقي عيلته. عصمت بيه قال لي ان في ضابط كان عنده عين معايا في سويسرا. غريب. غريبه ليه؟ مش غريبه خالص. صور السرير يا طاهر، صور. يا جهناب العمدي، دكتور طايع بره وعايز يقابلك. امشيه؟ لا، هاته. اتفضل يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام. خير يا طايع؟ ابقى اجي لك في وقت تاني يا عمده ما يكونش عندك ضيوف. استاذن انا عمده. اقعد. جابر مش غريب، تقدر تتكلم قدامه. انا ما داريش حاجه عن خطيب بنتي. خطبها؟ خطبها كيف؟ زي الناس. لسه جاري فتحتها. عقبالك. ها؟ عايز تقول ايه؟ هبقى اجي لك في وقت تاني يا عمده. شرفت يا دكتور. كيف؟ لسه جاري فتحتها. الله ينور يا رجالة. عليك يا كبير. مينا. مكان ده ايه؟ احنا ساكنين هنا بس الطنقيب كلها مش بيقعدونا في فنادق عشان نبقى بعيد عن الليل. مالك؟ حاسس انهم شاكين فيا. فعلا هم شاكين فيا. أنا سمعت كده طرطيش كلام من هما ناوي لك على حاجة. ضايع. باقي يومين على ما الشغل ده يروح لعصمت شاكر. خد بالك اجناجلة دي نصها هدية عشان نصالحه. عايزين نرجع المغارة. بقالنا كدمة لاجيليش مكان نتوه فيه. تمام يا رئيس حربي. أنا رجعتهم كلهم وحملتهم كمان على العربية. يا سلام، لو كل الرجالة عندها ضمير زيك كده. أمال إيه يا أبوي؟ ضايع ده راجل امين صح. ادي له ظهرك وانت مطمن. ضايع يا ريت في اتنين زي الضايع ده يا ابوي. اه كويس انه في منه واحد. كتر خيرك يا رئيس حرب. بالاسم روح شوف شغلي. قريب مش هيبقى في منه خالص. ما قلتليش النقل هتتم امتى؟ حد مصلحة وكده نبقى خلصنا من حرب وعصمة شاكر مرة واحدة في داهية. تعرف فين مكان التسليم؟ أيوه فين؟
مش هقدر اقول. نعم انا متاكد ان حربي شاكك فيا، وانا مش هخاطر وامي واخواتي ومهجه في رجبتي. ما انت اللي اختفيت فجاه قبل ميعاد التسليم، هيفهموا كده ان انت اللي بلغت عنهم. ما انا بلغتك وانت هجمت وسبتهم يهرب. ما انت عشان كده لازم تساعدني، عشان حرب اللي بيهدد مهجه، والوضع عصران اللي بيهدد اخوك، وعشان امك واختك. لو قلت لك مش هرجع لحرب تاني. انت كنت معاهم في العربيه، لو انا مش هاممني غير مصلحتي كنت خليتهم ضربوا نار. طيب انا مسيطر وعندي رجاله بثق فيهم، ودليل المغاره واللي حصل فيها. صدقني هنبقى على تواصل، ولو حصل لك اي حاجه تهددك انا هتدخل فورا. كل اللي عايزه منك مكان التسليم، انا مش هضغط عليك. احنا مصلحتنا واحده، معاك اليوم الجمعه تفكر وترد عليا. اتاخرت ليه؟ الأسئلة دي توفريها لعريسك يا عروسة. أنا ماليش ذنب، أبوي هو اللي صمم على الخطوب. وما قلتلوش لا ليه؟ وليه ما قلتلوش إننا متجوزين؟ عشان خفت عليك منه. وهتتجوز جابر خوف علي؟ واه هتجوز جابر كيف وأنا متجوزاك يا طايع؟ صح فاتتني كيف دي؟ يبقى طلقك. قلت إيه؟ أطلقك؟ كلمة سهلة عندك دي؟ أطلقك؟ حرام عليك يا أخي، هتبقى انت وابوي والكل علي. عملت لكم ايه يعني؟ انا عايزاها مثلا، قلت لك ابوي جبرني على الخطوب وهددني، يا تخطب له يا يقتلك. خلاص خلاص حقك علي، خلاص خلاص غصب عني خلاص. ما تقولش الكلمه دي تاني. طب اقعد. تزعليش، في حاجة تانية عايز أقولها لك. خير يا موج؟ بس ما تزعج. ما بزعجش. أبوي حدد ميعاد الفرح وقت الشهر، وما اتفقتوش هتعملوه فين؟ لسه. ما هو ده اللي كان ناقص كمان. هروح لأبوكي دلوقتي وأقول له إننا متجوزين. لا هيقتلك يا طايع. يبقى هرجع لحرب وهبلغ الحكومة عن التسليم. حربي تاني لا. أبوكي مش هيحل عننا ولا يرضى بجوازنا غير لما نخلصوا من حربي. مش هسيبك تخاطر بنفسك تاني. حربي أصلاً شاكك فيك. أنت كده بتنتحر عشان خاطري. عشان خاطري سيبني أحاول أبوظ الجوازة. إديني بس فرصة. بلاش بلاش حربي. عشان خاطري بلاش حربي. أوعدني يا طايع. أوعدني. يا عمدة عروستنا حلوة مش محتاجة تزويج. الليلة ليلتها، وانت عارفة لبس العرايس والزواج. عن إذنكم. سيبها على راحتها يا أمه. هتعملها من دلوقك؟ بقالها ساعتين لطعانة ومش عاجبك إني فتحت خشبي؟ قوم البس يا موج عشان خاطري، ما عايزينش فضايح. مش حال لو ما كنتيش عارفه اللي فيها ياما. ايه؟ انت لسه ما لبستيش؟ ما لابساش فستان. هنزل بجلابيه زي ما انا وهتجوز بجلابيه كمان. تلبسي الفستان ده؟ تلبسي اسود على المحروس. انزل انت اخوي للناس وانا هجيبها واجي. هما خمس دقايق ما فيش غيرهم. بعدها انت المسؤوله قدامي. اسمع كلام ابوكي بدل ما يعند، وتبقى عقاده بدل ما هي خطوبه. اقعد يا حبيبتي جنب خطيبك. هو الاسود موضه جديده في الخطوبه ولا ايه؟
فستان هيجنن يامه. ازيك يا دناي؟ تعبان، عندي صداع. اقفلي خشمك يا بت. وري عروستك الشبكة. دي عملات ذهبية ودي سلسلة من مقبرة أميرة. كانت شبكتي. رجع من الصندوق واقفل عليهم. الحاجات دي مكانها المتحف. عاوزاهم اكده ماشي. عاوزة تسيحيهم بردك ماشي. الغواش دي كلها متسيحة من ذهب قديم زي ما عايزاش اسيح حاجة. ماليش في الشغل العفش ده. لا كده كتير. عيب قوك ده. يلا يا جابر. اقعد ياما. لا مؤاخذة يا جماعة. أنا عارف أنت بتعمل إيه دلوقتي. فاهم انك بتطفشينا، بس انا مش ماشي. انا قاعد لغايه لما تعرف انا ريدك قد ايه. وانا كمان قاعد لغايه ما انت تعرف انا مريداكش قد ايه. اللي يستحمل قله الادب دي ما تقلوش لها. ربنا يقدم اللي فيه الخير. اشربوا الشربات. مبروك لصاحبتك. صاحبتك مين؟ مهجة بنت العمدة اتخطبت. خطبها جابر ولد عسران. حقك تقلقي منها. دلوقت بقى في طار بينك وبين جوزها. ارضى يا ولدي، ارضى. تبقى في خشمك وتقسم لغيرك. بس ياما، بس ما هو لو كنت سمعت كلامي وخدت بطار ابوك منه كان زمانك دلوقتي انت العريس. كفاياك يا يما. بس يما. بس يما. كفاياك يما. ايه مالكم ومالي؟ جرالكم ايه؟ اسمعوا ما اقول لكم، مش معنى انه رايدها انها تبقى بتاعته. لا بتاعته، فواز. بتقول ايه؟ بتاعته؟ كيف يعني؟ تكلم. قول بتاعتك كيف؟ مرتي. موجه مرتي على سنة الله ورسوله. مرتك تجوزتها من وراي؟ كنت هقول لك يوم مات بعد ما تخلفوا وولادك يكبروا وابوها عارف وحرب عارف والطار اللي عليها. لا يا ماما، ما ينفعش. ما ينفعش حد يعرف. خطر عليها. وانت مش خطر عليك؟ ما فكرتش في نفسك؟ خلاص ما فيش عقل، ما فيش حاجة يا ولدي. بتدار على طول. هكون اتصرفت قبلها يا ماما. تتصرف كيف؟ ومات. بقول لك خلاص اتخطبت. عاوز انا اعمل ايه يا ماما؟ اروح اكسر البيت فوق نفخهم والعمده يقتل مهجه؟ كفاياك يا عاد، ارحميني. ارحمك. وانتوا ما رحمتونيش ليه؟ كلكم عارفين وانا لا. وانا ايه؟ مش امكم، مرات ابوكم. أسراش بيه، التسليم هيوقف في الصحراء الشرقية في ظهر الواح. هبعت لك المكان على التليفون. مين اللي هيسوق العربية يا رئيس حرب؟ مفيش عربيات. أمال هتنقل البضاعة كيف؟ بص وراك ده بالجمال. حمل الرجالة على الجمال. ومين هيطلع على الجمال يا رئيس حرب؟ محد. الجمال هتروح لوحديها، هي عارفة الطريق. تروح بالبضاعة
ترجع بالفلوس، عشان لو حد مبلغ عنينا يتقبض على الجمال. اصل الحكومه مفتحه عينيها علينا اليومين دول، مش بعيد يكون عندها عيون عندينا، واحنا لازم نبقى على العيون دي. انزل يا فواز. ده ايه اللي جاب؟ جو خدوني من المدرسه. ايه اللي جاب فواز يا رئيس حرب؟ ناقصنا رجاله في العمليه دي. مش لسه قايل محدش بيروح مع الجمال؟ ناقصنا رجاله تحمل البضاعه على الجمال. رجاله كتيره يا رئيس حرب، افرق فيه معاك العيل الصغير. انا هحمل معاك، خلي فواز يرجع على المدرسه، فواز ملوش دعوه. انا اللي اقول مين ليه دعوه ومين ملوش. حمل يا فواز البضاعه مع الرجاله. في ايه؟ بيقولوا ان في حد مبلغ عن التسليمه دي. وانت مش مبلغ صح؟ يعني الحكومه لما هتيجي ولاد حرب هيتاكدوا اننا معاهم. كلم الظابط قول له يلغي الضبطيه دي. خدوا التليفونات. استنى. هيجوا، أنا متأكدة إن هم هيجوا. أهم جميع القوات تتقدم. استنى يا فندم. استنى. الجمال عليها علامة أبو طايع. وإيه مشكلتها؟ أكيد طايع بعت لنا رسالة. ايه ده؟ الناس اللي على الجنود دول مش حقيقيين، دول ناس مش بجد، دول مانيكينات. جميع القوات تتراجع، المهمة اتلغت. يلا. الحكومة ما هجمتش. وطاع فواز مش معاها. ايوه بس. بس مين العصفور اللي قال عليه عصمة بيه يعني؟ ما عارفش. بس عملنا لهم اختبار وعدوا. حاجة غلط. يا نهار اسود، يا نهار اسود، الرئيس سلطان. قبر يلمك، جيت نهار اسود. ما قصدتش، ما خايفش حد يشوفك؟ انا لا، انت اللي خايف حد يشوفك. امرنا رئيس سلطان. سيبني لوحدي هنا شويه. لا 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 لا، ما ينفعش، اتحبس. ما تتحبس، لو انت مش مسيطر يبقى اللي ببعتهولك كل اول شهر يروح لغيرك. هديك كتين وهرجع لك على طول. بقول لك يا رئيس السلطان، لو سراج بيوصل هتحاكم. ها؟ ما تخافش، اسيب لك المكتب زي ما كان. ماشي.
يطلع جوام. سراج بيوصل تحت. يلا يلا. عبد السلام، مين اللي فتح مكتبي؟ طبعا محدش هيفتح بوق. حسين، أمر يا بشوير، اعمل لي تحليل مع كل اللي في الاسم. تحت امرك يا بشوير. قسما بالله اللي عمل كده اللي حلفيه ورا الشمس. يلا اطلع بره. سيبوا الهوى لاصحابه يلي متقلدين، سيبوا الهوى لاصحابه، سيبوا الهوى لاصحابه يلي متقلدين، يلي متقلدين. تجرحني يا ابو عين سودا واللي داويني مين؟ اللي داويني مين؟ تجرحني يا ابو عين سودا واللي داويني مين؟ اللي داويني مين؟ الله، من فين كده يا ابوي؟ مش كتير كده يا ابوي؟ لا مش كتير. ليه كل ده؟ العملية مش كبيرة قوي كده. ده مش عشان العملية، ده عشان مهجة بنت العمدة اتخطبت. يالك يا جابر، مهجة بنت زي القمر، مهرة. ما تبس يا ضاحي. لو انت زعلان ليه؟ مش اتخطبت وبيجي ليها راجل؟ يبقى ما تجيبش سيرتها. تجرحني يا ابو عين سودا. رئيس حربي، ايه؟ عايز اكلم امي اطمن عليها. دي له التليفون. تجرحني يا ابو عين سودا واللي داويني مين؟ اللي داويني مين؟ سلم علي بشماله. الو حربي، كشفك اهرب فورا. كشفني كيف؟ حد شاف ملفك عندي؟ امشي من عندهم حالا. تعليل على اسم، روح في اي حته مهمه ما تخليكش عندك. احنا قاعدين معاه، مفيش حاجه. المعلومه هتوصلهم في اي لحظه، امشي حالا. يا ازهار، خلي بالك من امك، وانا هاجي انا وفواز. سلام. سلم علي بشماله. رئيس حربي، امي تعبانه قوي، لازم اروح لها انا وفواز. طب روح يا فواز. رتبتك ايه يا طايع؟ ولا اقول لك يا طايع باشا؟ ملفك لقيته عند الضابط دكتور. رئيس حرب، انا قدامك اهو، اعمل فيه ما بدال. بس فواز ملوش ذنب، انا اللي اشتغلت مع الحكومه. اسكت يا اي كلام هتقوله مش هيفرق معايا. هتستفيد ايه لما تقتل عيل صغير؟ احسن لك تستغفر ربك الشويه اللي فاضلين دول، لانك كده كده ميت انت واخوك. رئيس حربي، ما قال لك اكتم ياد. رئيس حربي، فواز ملوش ذنب، فواز ما عملش حاجه. وقف. تعد الياد لك بالكف. وقف هنا في مقبره. مش هتخيل علينا النمره دي، اتحرقت خلاص. وقف هنا في مقبره. وقف. ابويا هنسيبه يلعب بينا تاني. الواد ممسوش. هاتوا الرجاله وجاريف واحفروا ليه؟ سيبني عليه وانا اقتله. هنحفر لو ما لقيناش حاجه، اعمل ما بدالك. ماشي. احفر يلا يا رجاله.
في باب كبير تحت يا رئيس حربي. اوعى اوعى اوعى. الظابط كان جاي لك على مكان المقبره دي؟ لا. امال انت عرفت مكانها كيف؟ شكلي طلعت دلال صح زي ابوك يا فواز. وانت كنت عارف؟ كان بيحصل لي حاجه بس ما كنتش فاهمها. عشان زي ايه؟ كوابيس وخيالات، بالذات لما بجرب من الآثار. ما حصلكش أبداً ده؟ لا. ها؟ سلمت ليه؟ ما فرجاش. أنا أصلاً ما كانش نفسي بجدلات. أنا كان نفسي. ليه؟ حاجة تحسسني إن في وصل بيني وبين أبوي. لو لحقتش أعرفه زيك. أبوك كان بيحبك يا فواز. وكتير. كنت بغير من حبه ليه. بس كان دايما يضحك ويقول لي داخل العنجوم محبته زي دهباء. ابوك كان بيحبك يا فواز وانت كنت بتحبه. عرفتوا يعني ايه دلال؟ يعني منجم ده بقى طايع ده دلال صح زي ابوه. السلام عليكم يا حبيبي. عليكم السلام. لا مش موجود. انت مين يا ولدي؟ صاحبه. صاحبه؟ قالوا بنت تليفونه مقفول فقالي طولتك اسال. ده فواز وطايع يما؟ لا يا بنتي مش هم. ده واحد بيقول انه صاحب طايع. سراج بيه طايع وفواز تليفوناتهم مقفوله واحنا قلقانين عليهم قوي. ما تعرفش هم فين؟ ان شاء الله يرجعوا بالسلامه. بعد اذنكم. اذنك معاك. قدامك. وقف هنا. قولي لي مين سراج بهدي؟ مش قال لك صاحبه؟ ومن متى بتقولي لصاحب من اصحاب اخوكي يا بيه؟ ايه اللي بيحصل من ورا ظهري؟ قوم هدول. ملهاش حل تاني، لازم يموتوا.
دول مع الحكومة. شاف الكنز اللي جهولنا دي حاجة ملجناش زيها في حياتنا. حتى لو دلال هنسيبوه وسطينا وهو بيشتغل مع الحكومة؟ لا، هاتوهم. فواز ما كانش ليه ذنب يا ريس حربي ولا يعرف حاجة. اللي عملته ده مش هيطولك انت لوحدك ولا هيطول فواز لوحده. انت واخدنا على البيت ليه؟ اهلي ما لهمش ذنب. هتعرف واخدك على البيت ليه؟ ازهر وامي ما لهمش دعوه يا ريس حربي. انزل. خلص عليا انا يا ريس حربي. هم ما لهمش ذنب. ما لهمش دعوه يا ريس حربي. انزل. مش هنزل. فكرك يعني لو عايز اخلص عليهم هيفرق معايا هتنزل ولا مش هتنزل؟ بالنسبه للحكومه مش هيبقى ليا صالح بيهم. لا، انا عايزك يفضل ليك صالح بيهم وتشتغل معاهم زي الاول وتوصل لهم معلومات عننا، بس دلوقتي توصل اللي انا اقول لك عليه. حاضر، هعمل اللي تقول عليه بس نمشوا من هنا. امنت لك انا بحاضر دي؟ لا، لازم امن نفسي منكم كويس قوي. انزلوا. فواز في ايه؟ خير. خير؟ وهيجي منين الخير وانت مكتف عيالك دي؟ ما تقلقوش حقك وتفرحوا، احنا جايين نطلبوا اصهار لعيل من عيالي. يا مري يا اختي، مش هتتجوز كده يا ريس حربي. زمان لما كانوا قبيلتين بيتصالحوا كانوا بيعملوا حاجه من التنين كضمانه، يا يبقى في بينهم تجاره ومصلحه يا يبقى في بينهم نسب، واحنا مفيش بينا تجارة. شوف أي ضمانة تانية غير أختي؟ لا، أنا مش هأمن لك إلا إذا كان في بينا نسب. ودينا جينا أهو قدامكم حاجة من التنين، يا نفرحوا بيكم كلكم يا نعزوا فيكم كلكم. قلت إيه؟ يا مرارك الطافح يا عواطف. آخر ثلاثة، سلطان أكبرهم وأعجلهم وبأمنوا على كل أسراري، ومتجوز ثلاثة، ومن حق الرابعة هلال. هو وزنه كتير بس دمه خفيف وحمش هبابك، بس حماشته دايف تخليه متسرع وبخيل حريص. لا، بخيل قوي كمان. سيبك منه. ضاحي. ضاحي ده نسيت أقول، هلال بيقرأ ويكتب ولا بتوع المدارس. ضاحي راجل جدع وصاحب صاحبه وعينه زاغة وبتاع حريم. خليك محضر خير المال، ولو اتعارك مع جبل يهده. ها، هديك عرفتيهم يا عروسة. قلت ايه؟ عرفت عن كل واحد جملة، على اساس هعرف اتجوز مين؟ يا ريس حربي، أزهار هتحتاج وقت عشان تفكر. يومين جمعادنا الخميس تكون العروسة اختارت ونعمل الدخلة على طول. يومين؟ دخلة بنتي؟ متدار للنار كده؟ خير البر عاجله. يلا يا رجالة، يلا يا طايع، يلا يا فواز. يا ريس سيب لي طايع وفواز اليومين دول، احتاجهم عشان التجهيزات. لا، هيبيتوا عندنا ما نقدروش نستغنوا عنهم، وعندنا شغل كتير. هسيب لك اتنين من رجالتي على الباب عشان لو العروسه احتاجت حاجه لزوم الفرح. دي اقامه جبريه. ما تقولش كده، ده يقفوا في الخدمه عشان لو العروسه احتاجت اي حاجه لزوم الفرح يخدموها على طول. يلا يا طايع، يلا يا فواز. هتسيبني اتجوز واحد من المجرمين دول؟ مستحيل، مش هيحصل. هتعمل ايه يعني؟ تصرف يا زهر، ما تخافيش. سروج بيه صاحبك كان جاي يسأل عليك. تقلقيش يا زهر، أخوك الكبير هيتصرف. أزهر ضاعت.
أزهر ضاعت يا طايح، أزهر ضاعت. اهدى فواز، اهدى اهدى، انت مالكش ذنب. أزهر ليه تدفع ثمن اللي احنا بنعمله ده؟ أزهر مش بتتجوز عيل من عيال حربي. يا رئيس حربي، يا رئيس حربي، مكانك. مفيش حركة إلا بأوامر رئيس حربي. أنا عاوز أقابل الرئيس حربي. قلت لك مكانك. يا رئيس حربي، يا رئيس حربي. أه في إيه يا دكتور؟ البيت قالوا لي إن الضابط بيسأل علي، ولو ما ظهرتش هيعرف إنك كشفت. إيه؟ خايف علي؟ خايف على أمي وأختي وأخوه. اديله تليفون. يا ابوي هيلعب بينا تاني؟ ما يقدرش، خلاص ده بيجي ابو نسب. افتح السبيكر. الو طيب، انت كويس؟ انا قلقت عليك وما كشفوك. لا يا سراج بيه، محدش كشفه. الدرج اللي فيه ملفك اللي اتكسر عندي. اللي عمل كده مش من رجالة حربي. طيب ماشي، في نفس المكان بكرة الساعة 8. مش هينفع تقابله. طيب لو ما قابلتوش هيعرف ان الحكاية فيها ان. مش هتقابله. الو يا رئيس حربي، لو عاوزين تلعبوا بيه طيب لازم اقابله عشان ما يعرفش ان انا اتكشفت. انا روحي دلوقتي في يدك، مش هقدر اخونك. لازم اقابله والموضوع في يدكم. الو الو طايع يا ابوي، يا ابوي مش امه واخته واخوه بجراهنا عندينا. اهمد لا مؤاخذة يا سراج بيه، هو في ايه؟ الخط كان بيقطع. خلاص بكره الساعه 8 في نفس المكان. طيب تمام، في نفس المكان بكره الساعه 8. سلام. هلا قلك.